المفروض هنتكلم عن الفيسبوك اد تاركتنج في الابديتس او الاستراتيجيز الجديده اللي احنا بنشتغل عليها والمايند سيت وطريقه التفكير الخاصه بفيسبوك ادز، والمفروض ازاي ان احنا بنتعامل مع التاركتنج بشكل ليه علاقه بالتكنيكال والشكل الاخر اللي ليه علاقه بطريقه التفكير، وازاي ان احنا نعمل تاركتنج وري تاركتنج للكلاينتس بتوعنا، سواء احنا بنشتغل على اندوستري كبيره او اندوستري صغيره، او لو حتى احنا بنتكلم عن طريقه التفكير في التارجتنج بشكل كامل. تمام، كنا المفروض اشتغلنا على الجزء بتاع التارجتنج في اكتر من جزء، او المفروض ان التارجتنج متقسم عندنا لاكتر من جزء. تمام، والطريقة اللي احنا ممكن نشتغل عليها في كل جزئية ممكن تكون عاملة ازاي. مبدئيا كده طريقة التفكير اللي بنعتمد عليها في التاركتنج بتعتمد او هي بتبقى ريليتد كمان بشكل كبير بطريقة الشغل بتاعتك. يعني ايه بطريقة الشغل بتاعتي؟ يعني انا بشتغل بأنهي طريقة بالظبط. طيب خلينا كده نحدد اصلا التاركتنج انواعه ايه. يعني انا لما باجي اشتغل تاركتنج ايه الانواع اللي انا ممكن اعتمد عليها وانا بشتغل على التاركتنج على فيسبوك او ميتا بشكل محدد. انا لما باجي اشتغل على التاركتنج لازم أنا اكون محدد الطريقه اللي هشتغل بيها، سواء انا هشتغل بطريقه الديموغرافيك اللي هو انا بشتغل على الديموغرافيك بتاع الاودينس بتوعي. هل انا محدد في دماغي طريقة معينة أو بيرسونا معينة للعميل اللي أنا بتعامل معاه ولا لأ؟ يعني لو أنا هعتمد على إن أنا أشتغل ديموغرافيك هنا لازم أنا أكون محدد نقط أساسية وأبقى فاهمها بشكل كبير، ألا وهي إن أنا لازم أنا أكون فاهم طبيعة العميل بتاعي عاملة إزاي وشكل العميل عامل إزاي. طبيعة العميل هنا بنقول يعني إحنا لو بنبيع منتجات خاصة بالمدارس. تمام، منتجات خاصة بالمدارس. طب أنا دلوقتي عندي منتجات ونفترض أنا هلعب على شنط المدارس. أوكي، شنط المدارس ده منتج بالنسبة لي أنا هبتدي أشتغل عليه. طب لو أنا محتاج أشتغل على الإندستري دي أو البرودكت ده وابتدي أشتغل عليه ادز، لكن انا بشوف المفروض ان انا التاركتنج بتاعتي هتمشي ازاي. لو انا عامل بار بيرسونا كويسه وفاهم شخصيه العميل ومحددها يبقى هنا هشتغل الجزء الخاص بالديموغرافيك. طيب انا الستور او المحل اللي هشتغل منه او المخزن اللي هبيع منه او ايا كان وريفر المكان اللي هبيع منه هيكون المفروض شامل او بيشتغل على الاريا الخاصه ب مدينة نصر، ولنفترض إن إحنا بنشتغل على مدينة نصر. طب الأجزاء الخاصة بمدينة نصر أو الجزء الأريا اللي أنا هشتغل عليها، أنا هشتغل على العميل اللي المفروض هيكوفر أو هيجي لي الستور أو هيشتغل على أو هيشتري مني في الحتة دي. طيب هنا مين أكتر الناس أو الشخصية اللي ممكن تيجي تشتغل على الجزء ده أو تيجي تبتدي تشتري مني؟ فأنا هنا بدأت أحدد العميل بتاعي في أي منطقة أو في أي حتة بالظبط وفي أي مكان ممكن يجي يشتري مني. طيب لو احنا بنقول مدينة نصر هنا بنتكلم في إيه؟ في تارجتنج لوكيشن قليل جدا، تارجتنج لوكيشن قليل جدا أو تارجتنج لوكيشن هو محدد قوي أو سبيسيفيك قوي. تعالى كده مثلا نشوف لو احنا هنعتمد على ده، ممكن لو احنا بنشتغل قبل ما نخش في الجزء ده، قبل ما لما نيجي نشتغل على العميل بتاعنا وبنحدد اللوكيشن هنلاقي عندنا في اجزاء كبيره جدا جدا بتحكمنا، زي بالظبط حته اللوكيشن كده. احنا بنقول ان احنا لو هنلعب على اللوكيشن، خلينا هنا نفتح كده ونشوف لو انا هشتغل على الجزء ده المفروض ايه اللي هيبقى متاح معايا وايه اللي هقدر ان انا اشتغل عليه. تعالى كده نشوف لو انا هشتغل على اللوكيشن هنا عشان الناس تبقى فاهمة. لو أنا هشتغل على اللوكيشن هنقول مثلا مدينة نصر، هتلاقي الاريا بالنسبة لك هي قليلة جدا. احنا بنتكلم او بنلعب في اريا حوالي 309
و50000، 309 و50000. طيب ده رابش رقم، احنا الاستيميتد بتاعنا بنلعب في التارجتنج من حوالي مليون ونص ل 2 مليون بشكل نورمال او بشكل عادي. فانت لما تيجي تلعب على اريا معينه هي من غير ما تحط حتى تارجتنج بتلعب معاك في 395000 كاستيميتد اودينس او حجم الاودينس، انت بالنسبه لك في مشكله، بالنسبه لك بيكون في مشكله، لان ده عدد من الاودينس هو قليل بشكل كبير. طب عشان تعلي في الجزء ده لازم بتكون انت محدد ديموغرافيك محدد، او انا بلعب على ديموغرافيك محدد. لما انا هلعب على الاريا دي او انا هشتغل على الاريا دي، يبقى انا بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي ده شيء مش مقبول. انا محتاج ان انا اشتغل على، هنقول بقى هنا ايه، القاهره بشكل كامل، او هنلعب على الجزء الخاص بالقاهره. فاول حاجه احنا بنشتغل عليها، اول حاجه بنتكلم عليها الجزء الخاص بالقاهره، تمام، كلوكيشن. طيب الجزء بعد كده احنا بنقول الامهات، الام، تمام. طيب الجزء بتاع الام هنا انا بحدد التارجت اودينس بتوعي، الام هنا هتكون في سن كام لكام، لازم ان انت تكون محدد الديموغرافيك بتاع العميل بشكل كامل. والله تعال نقول ان الام هتكون معانا مثلا من 25، تمام، او هنقول كمان هنخش في 28 عشان احنا بنراعي فروق بشكل كبير، من 28 هنقول لحد مثلا 35 و40 كمان، تمام، لان احنا ممكن تكون الام، ممكن تكون الجده، ممكن تكون الجد، وهكذا. طيب احنا خلينا نقول على نقطه معينه احنا بنراعي افراق او بنقول فروق، تمام، الاجيال. يعني ايه فرق الاجيال؟ يعني انا دلوقتي لو انا بلعب في افريج او في فرنج عميل هو في جيل محدد، غير لما يبقى في عميل في جيل محدد تاني. تعالى كده نشوف مثلا، احنا بنلعب في 15، من 15 لحد هنقول 30، تمام، ده جيل مثلا. طب وعندنا هنا من 30 لحد هنقول مثلا جيل تاني، من 30 لحد 45، تمام، وهنقول من 45 لحد 60. طيب ايه فرق الاجيال ده، او ايه قصه فرق الاجيال دي؟ احنا عندنا دلوقتي اللي بيحكم بشكل كبير جدا 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 في الاعلان سواء انه ينجح او يفشل هو الكرييتيف، تمام. الكرييتيف ده اللي هو ايه بالظبط؟ هو الميديا اللي انت بتطلعها، سواء صوره او تكست، او سواء انت بتتكلم عن فيديو معين او ريلز وهكذا. طيب تعالى لما احنا نقول على الكرييتيف، ان انا العميل بالنسبه لي اللي عنده 15 سنه، او يعني خلينا نقول مش 15 عشان احنا بنتكلم في فرق اجيال، بس خلينا نرتبط بالتارجتنج اكتر، هنقول من 18 ل 30 سنه. طيب من 18 فيما فوق لحد 30، العميل اللي هيشوف الكرييتيف اللي عنده 18 سنة غير تفكير العميل اللي عنده 30 سنة، غير العميل اللي عنده ايه 30 سنة. فهنا في فرق في الكرييتيف بشكل كبير، يعني الاهتمامات بتاعته هتكون مختلفة، طريقة النظرة للفيديو اللي بيتفرج عليه او المحتوى اللي بيتفرج عليه مختلف، وهكذا. طب العميل اللي عنده 30 ل 45 سنة برضه هتلاقي فيه فروق ما بين السن، ما بين هنا وما بين هنا. طب العميل اللي من 60 ل 45 او من 45 ل 60 برضه فيه فروق. فهنا حتة الكرييتيف بتحكمك قوي في فرق السن. يعني انا ما ينفعش اعمل فيديو او صوره هي عباره عن صوره كرتون، والمفروض ان انا اعمل التارجتنج من 30 ل 45 واسيبها مفتوحه كده، سايب بس الموضوع. طب ما هو العميل الانترست بالموضوع وهو عنده 18 سنه، طريقه تفكيره واهتماماته وتقبله حتى للموضوع. يعني ممكن نكون من 18 ل 45 مهتمين بالموبايل، كل الناس اللي من 15 و13 و18 من قبل كده كمان بكتير يبقى مهتم بايه، بالموبايل. طيب لو انا بعلن عن موبايل او انا هبيع موبايل في الستور عندي، ليه عميل حتى عنده 45 سنه، الاهتمامات هتكون مختلفه. 18 ل 30 ممكن يكون مهتم بالكاميرا بشكل كبير، من 30 ل 45 هيكون مهتم بشكل كبير بمظهر التليفون، وان التليفون يكون هو بيرفكت جدا، ومديله شياكته، مديله اناقته، مديله البرستيج بتاعه وسط اصحابه وهكذا. من 45 ل 60 هو يهمه ان الموبايل بيقول الو وبيتكلم وشغال معاه وما بيعطلش وخلاص، يعني بغض النظر بقى عن طريقه التليفون او شكله او امكانياته وهكذا. فالاهتمامات والانترست تختلف من جيل لجيل، ودي حته لازم نكون شغالين عليها وبنفكر فيها بشكل كبير. فلما تيجي انت تشتغل على
جزء كمان مع اللوكيشن، لازم تكون كمان بتفكر بشكل كبير جدا في الجزء الخاص بالايه، بالايدج، وازاي ان انت تقدر تحدد ايدج بشكل كبير. طيب مبدئيا الحاجات من وجهة نظري، الحاجات اللي اكتر من مبلغ حوالي 5000 ل 6000 وانت طالع، انا مش بأتارجت منها اقل من 25000 عميل، اكتر من خمسه، سوري، اكتر من سن 25 سنه، من 5000 وانت طالع لفوق، اكتر من المبلغ ده طبعا بيكون في فرق كبير جدا، علشان انت طبعا الاوضاع الاقتصاديه بتفرق في القرارات دي بشكل كبير، لكن هنقول من 5 و6000 جنيه وانت طالع بتاخد العميل اللي من بعد 25 سنه. طب احنا نرجع هنا للاكزامبل بتاعنا ونشوف ان احنا معانا من 28 لحد 40 سنه، يعني هنقول فرنج ال 15 سنه فرق. طيب تمام، لما احنا بنتارجت الامهات، وهنا احنا بنتكلم في جزء كمان الديموغرافيك البروفايل انفورميشن، هنا احنا بنتكلم على كل ده، على البروفايل انفورميشن بتاعه هيكون عامل ازاي، وكمان الجزء بتاع الامباكتد، الحاجات الانترست بيها هو بيعود عليه بايه، هنا طريقه التفكير بتاعت العميل ايه اللي هيعود بيه، لما انا كأم واجي اشتري لابني او بنتي منتج شنط مدارس، ايه الامباكت اللي انا بفكر فيه؟ اولا الشكل ما بينه وبين اصحابه، ثانيا المتانه، تمام، هو لازم أن يكون الشنطه متينه عشان تكمل معاه لاخر السنه، انا مش كل ترم هجيب شنطه، دي الاتيتيود تمام بتاع الام، وهي بترفلكت على الموضوع ده. والجزء اللي بعد كده خلاص احنا قلنا الامباكت، او بنتكلم على جزء الامباكت، كمان الجزء الخاص بالايه، الجزء الخاص باللايف ستايل، تمام، اللايف ستايل بتاع الام هيكون هنا مختلف، يعني اللايف ستايل هي طريقتها في الشراء وهكذا، طريقتها ايه في الشراء. طيب فلما نتكلم في طريقه الشراء هتكون مختلفه، هنا هتحب طبعا الانفصال، تمام، وهنا ما دام قلنا بتحب الانفصال يبقى انا هنا لازم اقدم عرض او خصم، تمام. فهنا احنا بنتكلم في اللايف ستايل، لما تكون دي شخصيه العميل اللي المفروض ان هو هيشتري مني، لما تكون دي شخصيه العميل اللي هيشتري مني هيكون بيفكر ازاي، تمام. طيب تعالى كده نشوف لو انا هستهدف بقى حد تاني، يعني تعالى كده ناخد على عشان نبقى احنا شايفين، لما انا اجي اشتغل، علشان الناس اللي بتيجي تشتغل بطريقه الديموغرافيك بتفكر دايركت، انا هختار 7 حاجات، هختار 8 حاجات، هختار ويختار بشكل عشوائي من غير ما يراعي الامباكت، من غير ما يراعي البروفايل انفورميشن، من غير ما يراعي ايه كمان اللايف ستايل. ال3 حاجات دول هم اللي بيفرقوا بشكل كبير جدا 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 في الانترست، او وانا بختار، او انا بشتغل على التارجتنج في الجزء بتاع ايه الديموغرافيك، تمام. طيب شخصيه العميل، تعالى هنا نشوف شخصيه الاب ممكن وهو بيشتري هيعمل ايه. طبعا احنا لما نيجي نطبق الكلام ده هناخد دلوقتي، او هنبص دلوقتي واحنا بنطبق الكلام ده هنا هيكون عامل ازاي، والكلام ده ممكن يكون بنشتغل عليه ازاي. طب شخصية هنقول برضو هنا ان الاب بالنسبة له مش مهم منين، يعني الام ممكن يكون مهم بالنسبة لها هي بتشتري من براند ايه، الاب بالنسبة له مش مشكلة، تمام، يعني بالنسبة له مش مهم انا بشتري منين، عادي جدا مش فارقة، انا ممكن اشتري من الشارع، بس بالنسبة لي حاجة بتمشي، وحاجة بالنسبة لي الأمور بتبقى تمام. لما نيجي نتكلم في السن، إحنا كأب عشان يبتدي يقول إن هو لا أنا عندي ابن مينيموم حوالي 2، أو من 31 سنة، أو من 30 سنة لحد وأنت فوق، فأنت بتتكلم من 32 لحد هنقول 50 سنة، ممكن يكون عنده ابن لسه بيروح المدرسة، ممكن يكون في ثانوي، ممكن يكون في سن مختلف، لكن هو من افريج 32 لحد 50 سنة، ممكن تسيب ده جد، ممكن نجيب لابنه وهكذا، مش مهم بالنسبة له الشكل بشكل كبير قد ما هو بالنسبة له المهم ان هي تكون شنطة كبيرة، تمام. انا بالنسبة لي شنطة تبقى شنطة كبيرة، واقدر ان انا ياخد فيها كل حاجته، يلم فيها كل حاجته مره واحده، وتمام. طبعا يهمه الخامه، الاب ممكن يبص على الخامه اكتر من الام، يعني لا الخامته كويسه هتستحمل معاه وهو بيجري، وهو بيوقعها وهو بيرميها في الارض، ويبص للايه، للاستخدام، وهيبص كمان لسرعه الشراء، تمام.
سرعه الشراء. مش لازم على فكره وانت بتشتغل تشتغل بس على البرودكت، ممكن تكون بتشتغل على اللايف ستايل بتاع الاب وهو بيشتري. انا مش هقعد ابص في 500 شنطه دي، حلوه جميله تمام يلا بينا احنا هنشتري دي على طول وخلاص، مش هيقعد يفكر بقى في الشكل والفصال والاوفر والقصص دي كلها. تمام، سرعه الاستخدام تمام، وهنقول هنا ما بين قوسين سرعه الشراء، هو عايز يشتري حاجه بسرعه ويخلص، مش محتاج بقى هو يخش في قصص في قصص مختلفه. تمام، طيب فدي من الحاجات المهمه. فاحنا بنتكلم عن الجزء ده بشكل كبير، وبنتكلم عن الامور دي بشكل مفصل. تمام، طيب تعالى كده نشوف لو احنا هنشتغل على الجزء ده هنا، فانت بتلعب على ايه بالظبط وانت بتشتغل على الجزء ده؟ خلينا طبعا هنرجع للجزء بتاع الاودينس ادفانتج اللي احنا ممكن نبقى نشتغل عليها، ونشوف بنرجع ليها ازاي وبنشتغل عليها ازاي. احنا قلنا طبعا هنشيل هنا الامور دي، نشيل ده ونكتب تمام كايرو. تمام، احنا على فكرة ما بقيناش نكتب كايرو، بقينا نكتب نيو كايرو وناخد اللي حواليها. تمام، يعني احنا ما بقيناش ناخد ناخد كايرو، لا يعني بقينا ناخد نيو كايرو وناخد ايه الامور اللي حواليها بشكل ايه كبير. خلينا بس نتأكد، ايوه هي الدايرة دي. تمام، وبعد كده ممكن نوسع دي كده لحد ما ناخد، لا مش الدرجة. تمام، لحد ما ناخد الايه دي، وبعد كده نبتدي ان احنا ايه نشتغل على ان احنا بقى نشوف بقيه الايه المناطق. تعالى كده نوسعها تاني كانت المهم، ونبتدي نشتغل على الاريا دي. طيب هل في فرق ما بين ان انا اشتغل على دروب بان وان انا احط بان كده، او ان انا اشتغل على ان انا اكتب اللوكيشن؟ انا من وجهه نظري بناء على استخدام تجربتي لاكتر من طريقه، هي مش بتفرق. انا بالنسبه لي مش بتفرق، لكن او مع استخدامي ما بلاقيهاش بتفرق معايا في حاجه بصراحه خالص. هي الفكره كلها ان انت شايف اللوكيشن او مش شايف اللوكيشن، او مش عارف اسم اللوكيشن، او مش عارف تعمل سيرش على اللوكيشن، بتعمل ايه؟ بتعمل دروب على اللوكيشن. انا دلوقتي عايز جزء مثلا ليه علاقه بالعالمين، او جزء ليه علاقه بالدوسري معينه او جزء معين ممكن اشتغل عليه، لا انا ببتدي اشتغل على الجزء ده. طيب كمان الجزء بتاع الميل، هنهي افضل مسافه بالنسبه لي ممكن اكتبها هنا؟ برضو هي مش بتبقى فارقه، هي بتعتمد على حسب انا انكلودد ايه واكسكلودد ايه. يعني انا محتاج انكلود، لو احنا هنا هنقول مثلا ان دي منطقه اليوم، هل انا بالنسبه لي انكلودد الحته دي ولا اكسكلود وهكذا. هي بتعتمد على انت محتاج تعمل ايه انكلود لايه، ومش عايز تعمل اكسكلود لايه. تمام، طبعا حته الايدج زي ما احنا هنا قلنا احنا بنلعب على الام الحته دي، فممكن تسيبها لحد ما نبتدي نشتغل عليها. هنا قلنا لحد 40 او 45. تمام، من هنا قلنا لحد 40. تمام، وممكن يعني الاصل في الموضوع برضو ان انت بتعمل تيست، يعني انت برضو الاصل في الشغل بتاعنا عشان بس نبقى احنا فاهمين. تمام، خلينا هنا نقول نقطة مهمة، الأصل في شغل الأدز هو التيست والسكيلينج. تمام، الأصل في شغل الإعلانات تمام التيست تمام والسكيلينج. تمام، الأصل في شغل الإعلانات إن إحنا بنعمل تيست وسكيلينج عشان بس نبقى إحنا واضحين في الكلام اللي احنا بنقوله. احنا الاصل في الموضوع احنا بنعمل تيست وسكيننج، يعني لازم انا اجرب اكتر من طريقه واكتر من تارجتنج عشان اقدر ان انا اشتغل. طب الايدج وهنا احنا طبعا مين او وومن على حسب انا متارجت ايه. طيب في الحته دي
احنا بنعمل ايه او بنشتغل على الحته دي ازاي؟ ان انا بشتغل على الحته دي تحديدا، ان انا بسيبها فور اول، وببتدي بعد كده وانا بشتغل في الاناليسز بتاعتي ببتدي اشوف ايه الافضل بالنسبه للجندر. لو انا لقيت الام معديه ال70 او الوومن معدي ال70%، لا انا ببتدي ان انا اكسكلود المن وخلاص. انا بالنسبه لي في بيرفكت بيحصل او بيرشز بتحصل من الامهات اكتر، فلا انا انفست او في السيدات اكتر، هانفست هنا بشكل اكبر وابتدي اشتغل عليه. طيب تعالى كده نشوف الجزء بقى بتاع السيجمنت هنا. ببتدي ان انا اشتغل على، احنا قلنا محتاجين ايه، نبتدي نشوف بقى ايه، نبتدي بقى نشوف تمام الايه ال التارجتنج بقى اللي احنا ممكن نلعب عليه ونقدر ان احنا نعمل عليه تيست بشكل كبير. طبعا في تولز كتير بنستخدمها في الحته دي، بس انا بقيت افضل ان انا العب من الايه الجزء بتاع الانكلودد بتاع الداشبورد نفسها ونبتدي نشتغل عليه. خلينا هنا نقول سكول مثلا، تمام خلينا نقول سكول ونشوف المفروض هيدينا ايه. تمام الناس المهتمة بالدراسة، تمام هنا نقول learning education، وخلينا نقول student education، وهنقول الاونلاين sharing. تمام الناس اللي هي اصلا انترست بالاونلاين اصلا شوبينج، يعني هم مهتمين بالجزء الجزء بتاع الاونلاين اصلا. تمام بس احنا الجزء ده تمام، طبعا احنا بنفولو اب على الاودينس ديفينيشن بتاعتنا ونشوف كمان الاستيميتد اودينس بالنسبه لنا عامله ازاي عشان نعرف نشتغل على الجزء ده. خلينا نشوف الجزء بتاعي برضو هنا، الناس الشوبينج تمام. خلينا هنا نقول الجزء بتاع مثلا، هنقول تعال كده نشوف برضو الناس اللي طبعا الكلمة دي بنشوف هيعمل بيعملوا ايه، او اولد سكول بيزنس، لا هاي سكول جراد، مش الكلام ده بالنسبة لنا، لا مش تمام مش تمام. هنا شوف برضو الناس اللايف ستايل بتاعها ممكن يكون ايه، تمام stay at home تمام big يعني ناخد كده أفكار مختلفة. نشوف هنا ممكن يكون في أفكار إيه مختلفة. في البوكس مثلا ممكن نشوف الامهات بتبقى انترست برضو باللونش بوكس مثلا، تمام برضو اللي ايه
افكار مختلفة. نشوف سكول باكس. طيب هاي سكول جراد؟ لا، باكس. طيب تمام، هاند باك، لكشري باكس، تمام، باكس، شوز، ريليت، ماشي. تاني نشوف كده، سجست جيست سوبر بيهيفير. بس انا بالنسبه لي كده مش محتاج حاجه تانية، مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه تانية. بس هل انا كده يعني بالنسبه لي كده؟ طب تعالى كده نشوف عملت ايه. انا محتاج الحاجه اللي ليها علاقه بالاونلاين شوبينج، ان الناس بتشتري اونلاين، تمام. دي اهم حاجه، لان هو لو ما بيشتريش اونلاين خلاص. بعد كده اديته الجزء بتاع السكول، وان انا محتاج الناس اللي هي الباجز او الشوز، ايه الايه الريتيلر، وخلاص على كده، تمام. هنا انا الريتيلر، هنا الناس الانترست، والناس الانترست بالباجز والشوز. تعالى كده مثلا نشوف هنا، احنا هنا في الجزء اللي هو بتاع البوكس بتاع العملاء، هنا بيقول لك انت الناس الانترست، تمام، بالباجز والشوز الناس الريتيلر، تمام. عشان يبقى نشوف النتيجة هتطلع ايه. بعد كده هيطلع مني بعد كده الناس الباج، الاكسسوارز، الفاشن، الادكيشن كونسبت، بالنسبه لنا الكروز، وهكذا. فخلاص انا بالنسبه لي مش محتاج اكتر من كده. طيب ده بالنسبه لي هيطلع ايه؟ ده بالنسبه لي هيطلع تيست. انا بالنسبه لي هيطلع تيست، وانا بالنسبه لي خلاص طلعت الانجيجمنت شوبرز، طلعت الباجز والتشوز، طلعت السكول، طلعت ايه الشوبينج، بحيث ان انا اقدر خلاص انا لميت المواضيع العامه. بعد كده النكست ستيب او الجزء اللي بعد كده، بعد كده هبتدي اشوف هل انا بالنسبه لي انا كده شغال صح ولا غلط. يعني انا بالنسبه لي في نتائج بتحصل، في بيرسز بتحصل ولا لا، في ناس انترست بشكل كبير على الجزء اللي احنا بنشتغل عليه ولا لا، وهكذا، تمام. طيب خلينا كده نشوف. خلاص انت حددت ده. طيب جزء اللانجوج هنا ايه بالظبط؟ جزء اللانجوج انا دايما دايما بميل ان هو يكون انجلش. طب ليه الجزء ده؟ لان دايما حته، مع احترامي طبعا للغه العربيه طبعا، ان وجود اللغه العربيه بيجيب اكونتس هي فيك بشكل كبير. يعني عدد الاكونتس اللي الانفورميشن فيها مش مظبوط، زي مثلا ان هو متعلم في حته معينه، هو دارس في يعني في مدرسه الحب، مش عارف ايه، الناس دي كتير جدا جدا، فبتعمل اكسكلود للناس دي كلها بشكل كبير، وتريح دماغك منه. يعني خلاص بتريح دماغك، وبتحاول توصل للناس اللي هتقدر تفهم الكرييتيف اللي انت بتشتغل عليه، وهتكون هي فعلا انترست باللي انت بتقوله، تمام. فانا دايما بميل للجزء ده بشكل كبير، ودايما هو بيكون في الخطوه الاولانيه في تحسين الشغل بتاعي لو انا مش حاطط ايه اللانجوج. فاحنا بينا بالنسبه لنا بدانا نلعب على ايه الجزء ده بشكل كبير. طبعا هنا انا لو انا اونلاين، انا ممكن برضو اروح رايح ل اسكندريه، ممكن اروح رايح بقى للمناطق ده، انا اقدر ان انا ايه ابيع فيها بشكل كبير. طب هل ينفع احدد مصر كلها؟ انا من الناس اللي ما بحبش ان انا احدد مصر كلها لو انا بشتغل على مصر مثلا او على دوله معينه، لان اكيد اكيد مش مصر كلها تقدر تشتري الجزء بتاعي. وكمان انا مش عايز اريتش، ومش عايز يحصل امبريشن على اماكن انا بالنسبه لي مش هبيع فيها، انا بالنسبه لي مش هقدر اوصل فيها. انت لو بتوصل، انت ممكن تكون بتوصل مصر كلها، بس مش كل الاماكن. يعني ممكن تكون ما بتوصلش، او السيرفيس بتاعتك ما بتروحش اماكن مختلفة. فانت لازم تكون محدد كمان المناطق اللي انت بتبيع بيها بشكل كبير. يعني انا ممكن اكون ببيع في مصر كلها، بس معظم الناس اللي بتشتري مني هي في مصر واسكندرية والساحل، خلاص دول اكتر الاماكن اللي بتشتري مني، فانا لازم افوكس عليهم خلاص. يعني انا ليه هضيع بقية البودجت بتاعتي او نص البودجت في ان انا اتارجت ناس هم ممكن يشتري منهم واحد، لما انا ممكن نفس البودجت احطها في اماكن، او ممكن يشتري مني ثلاثة
في نفس الـ من نفس الايتم يعني، تمام. طب هنا لما بنعمل سويتش هنا علشان نعمل اودينس كنترول، انا هنا بالنسبه لي انت بتحاول تخلي الالجوريزم تساعدك ان هي تعمل لك التارجتنج بتاعك، بتحاول تخلي الالجوريزم بتاعتك تساعدك في ان انت تختار اودينس بتوعك. طبعا هنا ما فيهاش ان انت بتحدد الاودينس بتوعك منين اللي فين، انت هنا المينيمم بتاعك 18، وانت بتقول والله انا المينيمم بتاعي من 18 ل 25، فبتخليها 25، وطبعا بتسيب الانجلش فور اول، وهي كمان بتحدد اللوكيشن بتاعك وبتسيب الالجوريزم الساعه. طيب في نتائج طلعت لي احسن في كامبينز مختلفه لما شغلتها مع الاودينس كنترول، بدا يعمل كنترول. طيب ده بالنسبه لي في السكيلز مش بيبقى احسن حاجه، لان انا محتاج انا اللي اتحكم بشكل كبير، انا محتاج اتوسع على انهي دايره بالظبط، تمام. ولو انا بعمل تيست على اودينس، لو انا بعمل تيست على اودينس ما تسيبش كمان الاودينس كنترول معاك، لا انت اشتغل على الاودينس بتوعك بشكل مريح عشان تقدر ان انت تشتغل بشكل مباشر، تبقى انت فعلا فعلا بتست الاودينس، مش مشغل معاها الاودينس كنترول وانت سايب الدنيا بالنسبه لك هنا مفتوحه، تمام. طيب دي طريقه معينه، او دي حاجه احنا بنشتغل عليها في الجزء الخاص بالتارجتنج. طيب ده على مستوى التيست، كل ده احنا بنتكلم على مستوى التيست بتاعنا. طيب لما تيجي تتكلم على مستوى السكيلينج، انت بتدوبليكيت على حسب الاستراتيجيز بتاعت السكيلينج بتاعتك انت بتستخدمها بشكل كبير. احنا بنحاول طبعا نلم ما يمكن ان احنا نلمه من معلومات في الجزء ده، لكن اكيد في ابعاد كبير تانية مش هنقدر نتطرق ليها. لكن في جزء السكيلينج انت ممكن بقى ايه، في جزء السكيلينج بتشوف انهي بالنسبه لك الانترست الافضل، وتبتدي ان انت تلعب عليها وان انت تاخد منها سجستشن مختلفه وتقدر تشتغل عليها. حاجه كمان من الحاجات اللي انا بعملها، ان انا دايما دايما مع السيف اودينس باخد الاودينس بتوعي وبحطهم في فايل مختلف، تمام. لان انا بالنسبه لي الاصل في موضوع الدوكيومنتيشن ده حاجه مهمه جدا، يعني انا بالنسبه لي موضوع الدوكمنت حتى بيبقى شيء مهم جدا. فانا بالنسبه لي انا مشغل اعلان على انجيجد شوبر وبحط الانترست بتوعي، لان انا ببتدي اعمل ميكس ما بينهم واطلع افكار مختلفه، وده اللي بنقول عليه ان انت لازم يكون عندك طريقه مختلفه تقدر ان انت تشتغل بيهم. طيب انا بالنسبه لي ازاي ان انا اقدر اشتغل على حاجات زي كده؟ طيب ودايما دايما لو انا شغال بي تو بي بفكر لو بي تو سي همشيها ازاي، ودايما لو انا شغال بي تو سي بفكر ان انا امشيها بي تو بي ازاي. يعني لو انا بشتغل بي تو بي تمام، وبشتغل بي تو سي تمام، لو انا ببيع دلوقتي للعملاء العاديين، ليه ما اعملش اعلان من ضمن الاعلانات لو انا ببيع، وابيع لاماكن تانية هي تاخد مني؟ لو انا ببيع جملة الجملة او هكذا، انا ليه ما انا ما اشتغلش على ده وانا اطلع لاماكن تانية فيتفتح لي اماكن مختلفة اقدر ان انا اعتمد عليها، تمام. طب لو انا ببيع بي تو بي، طب ازاي ان انا اتطرق للبي تو سي وابتدي ابيع للتارجت اودينس على طول بدل ما يعدي على التاجر والتاجر يحط البوتس بتاعته وهكذا. فدايما لو انت بتلعب بي تو بي من الافكار اللي انت لازم تخلي بالك منها وتفكر فيها، لو انا بلعب على اودينس معينه ايه، لو انا في بي تو بي ازاي اتحول بي تو سي والعكس، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء بعد الديموغرافيك، الجزء الخاص بالانترست بتاعتي. الانترست هنا واحنا بنلعب على البيهيفير بشكل كبير على الاودينس نفسهم، انترست بايه؟ يعني العميل بالنسبه لي هو انترست بايه بالظبط، والحاجات اللي هو ممكن يكون محتاج ان هو يعرف عنها معلومات اكتر، او ان هو بالنسبه له مهتم بالحته دي. طيب زي ايه بالظبط؟ انا لو انا مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، لو انا كأم، والمفروض او الام لما بتيجي تشتغل على الجزء الخاص بالمدارس او الجزء الخاص بالباك سكول، لما بنيجي نشتغل عليه الام مثلا هتبقى مهتمه باللانش بوكس، تمام. اللانش بوكس تمام، ف ليه ما نهتمش بده ونشوف الجزء اللي هي مهتمه بيه، تمام. هي مهتمه باللانش بوكس، ما دام خلاص بتجيب شنطه يبقى تجيب لانش بوكس، ممكن تجيب بقى حاجات تانيه. ايه الحاجات التانيه اللي ممكن احنا نكون بنعتمد عليها، تمام، او ايه الحاجات التانية اللي ممكن نكون احنا بنشتغل عليها، فايه الانترست المختلفة تمام اللي ممكن نعتمد عليها في الانترست بتاعة الكلاينت نفسه.
ايه الانترست اللي ممكن يكون هو بيسبورت فيها، بيبص عليها. ممكن يكون حاجات تانية مختلفة، زي مثلا الجزء الخاص بالتولز، تمام، الجزء الخاص بالمكتبات، الجزء الخاص بالحاجات دي كلها. فاحنا ليه ما نشتغلش على نفس الجزئية؟ فبتبتدي تطلع الانترست على حسب الريليتد كيوردز او الريليتد انترست، مش الحاجات الدايركت. يعني مثلا زي ما احنا بنقول، لو انا بقدم مثلا سيرفز مختلفه، تمام، تقدر تخدم الطفل بشكل مباشر. ايه اللي ممكن تكون هي بتدور عليه في الجزء ده علشان تبتدي تشتغل عليه؟ جزء الكلوز مثلا، او السكول، الملابس الخاصه بالمدارس، تمام. تعالى كده مثلا نشوف هل ده موجود ولا لا. تمام، خلينا مثلا نقول اليونيفورم مثلا، تمام، احنا ممكن نكون في الاندستري، تمام، يونيفورم، نشوف ايه ريليتد ونبتدي نشتغل عليه. لو هو مثلا اكيد هتبقى اكيد مهتمه باليونيفورم، فهو سكول، تمام، يونيفورم، تمام. ايه الحاجات اللي هي ممكن تكون مهتمه بيها او هي انترست بيها مع ده، ونبتدي نشتغل على الجزء ده. فخلاص احنا هنا بنشتغل على ايه بالظبط؟ ان هو engaged shopper دي لازم هي بيك مثلا. خلاص اللانش بوكس، تمام، السكول يونيفورم، تمام، اونلاين شوبينج، ماشي، تمام. فهنا هي ممكن تكون بتدور عليه. احنا قلنا الجزء بتاع اليونيفورم، تمام، ممكن يكون في ايه تاني، ونبتدي نحط الحاجات الخاصه بالجزء ده. ايه الحاجات الانترست؟ طبعا ده كله احنا على فكره بنشتغل على طريقه اودينس واحد. يعني احنا جبنا بنبيع ان احنا بنشتغل على الشنط بتاعت المدارس، وبنشتغل على الام بس، احنا لسه ولا دخلنا الاب ما دخلناش ناس. طبعا في كل اندستري هتلاقي باير بيرسونا مختلفه، هتلاقي عميل مختلف. احنا كل ده بنشتغل بس على طريقه اودينس واحد، وبنطلع منه اكتر من ايه، من استراتيجي، واكتر من تارجتنج استراتيجي، وبنشتغل عليها. فايه الانترست التانية اللي ممكن تشتغل عليها؟ طبعا في بقى طرق بقى مختلفه، ودي من الطرق المحببه لقلبي بصراحه، والحاجات اللي بحبها، الجزء بتاع الكاستم والجزء بتاع اللوكالايك. طيب خليني اقول لك على حاجه، ان احنا دايما دايما بنقسم الشغل بتاعنا لجزئين. جزء ليه علاقه بالبيلدينج اودينس، انا بنشئ اودينس جداد، بطلع نيو اودينس. والجزء الثاني ان انا بشتغل على ان انا بسكيل على الاودينس، وان انا بوسع في التارجت اودينس بتوعي، وان انا بشتغل على التارجتنج التارجت اودينس بتوعي. ايه التارجت اودينس اللي انا ممكن اكون بشتغل عليهم في مرحله ان انا بوزع او بعلي او بكبر الاودينس بتوعي؟ فانا في المرحله دي انا محتاج، وانا بكبر الاودينس، اجيب عملاء شبيهه بالعملاء دي. انا محتاج ان انا اتوسع واروح لعملاء هم افضل من نواحي مختلفه، او افضل من اجزاء في ايه، اجزاء مختلفه، وهكذا، تمام. فمن الحاجات المهمه جدا جدا ان انا لازم اكون مقسم حته التارجت عندي، الجزء الاولاني الخاص بالديمographic والانترست، وانا بعمل بيلدينج، وانا بكرييت الاودينس بتوعي، تمام. طيب لو انا كمان بشتغل على الجزء ان انا بوسع، انا لازم اشتغل على الكاستم واشتغل على اللوكالايت. طب ممكن اعكس، ممكن اعكس، وانا ببني اودينس جداد، ان انا اشتغل على كاستم اودينس ولوكالايت عادي جدا. لكن في جميع الاحوال خلينا نقول ان الجزء الثاني ليه علاقه بان انا بجيب اودينس جداد. تعالى كده نشوف ممكن نكون نعمل ده ازاي. انا هعمل كرييت اودينس واعمل كاستم اودينس. انا محتاج اودينس، هنا بيجي لي الريسورسز بتاعتي والميتا ريسورسز. انا عندي ريسورسز خاصه بي انا، وميتا بتديني ريسورسز مختلفه. طيب هبتدي هنا افكر وابتدي احسبها بشكل كبير. انا هنا بشتغل على اودينس مختلفين، وبشتغل على نيو اودينس علشان نبتدي نطلع الشغل بتاعنا، او نبتدي ان احنا نشتغل على الاجزاء دي بشكل كبير. انا عندي ويب سايت ولا مش عندي ويب سايت؟ من الحاجات المهمه جدا جدا ان انا يكون عندي ويب سايت، لان ان انا اخرج اودينس من الويب سايت هي من افضل الحاجات اللي انا ممكن اعتمد عليها. فانا محتاج ان انا اطلع من الويب سايت واعمل نيكست، واطلع الاودينس اللي عندي على الويب سايت. طبعا لو انا رابط بيكسل
في الجزء ده. طيب غير الاودينس من خلال الويب سايت، لو انا عندي ابلكيشن، لو انا عندي كاتالوج، لو انا عندي كاستمر ليست. طيب كاستمر ليست هنا من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن اعتمد عليها واللي دايما انا ببني عليها بشكل كبير. تعالى كده نقول ممكن نعمل ده ازاي. ممكن نشتغل على واتساب كامبين واسيبها از لونج تيرم، از لونج تيرم كامبين، يعني بسيبها مثلا كامبين لمده 3 شهور، وفي ال3 شهور دول انا بتارجت ان انا اكون مجمع حوالي على الواتساب حوالي 1500 مسج او حاجه. فانا من الناحيه دي ببتدي ابني الكاستمر ليست، لان انا لما باجي اشتغل على التارجت اودينس لازم تفكر، وانت بتشتغل عنها لازم تفكر في الخطوه اللي بعد الجايه. ودي من في ناس كتير جدا جدا ما بتفكرش فيها على فكره، يعني في ناس ما بتفكرش انا بعد ما اعمل الاد بتاعي وبعد ما اشتغل على الاد واخلص الاد والاد نجح بالنسبه لي، ايه الخطوه اللي بعدها رأيي؟ يعني انا هعمل ايه؟ هعمل اد جديد؟ طب والاد القديم بالنسبه لك راح فين؟ فانت لازم تشتغل على الخطوه اللي بعد الجايه. يعني مثلا واحنا بنشتغل هنا، تعالى كده ناخد امثله على الموضوع ده. تمام؟ هعمل حملة واتساب لمدة 3 شهور. تمام؟ بعد الحملة ل3 شهور 1500 عميل. تمام؟ هبقى معايا تمام بيانات 1500 عميل مهتم فعلا، ما هو عميل مهتم وبعت لي على الواتساب واتناقشت معاه وكده، فاوريدي ده كلاينت. تمام؟ فما يعني ايه، خلاص ده انترست. طيب بعد ما بقى بعد ما اشتغلوا هنا اشتغلوا كاستمر ليست. خلاص تمام. طيب هل انا المفروض في الجزء ده مش او من ال3 شهور دول مش مستهدف اهداف تانية؟ لا، انا اوريدي عندي ان انا ببيع منهم والكامبين دي ناجحه. تمام؟ يعني لازم ان انا اشتغل على ده بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب الجزء اللي بعد كده ممكن اشتغل على ايه؟ فيديو مثلا. تعالى هنا نقول ان انا هشتغل فيديو، ومن الفيديو ده هبتدي ان انا اطلع مشاهدات. تمام؟ والمشاهدات دي هشتغل على إعادة استهداف بعرض جديد. تمام؟ طب عندي إيه تاني ممكن أشتغل عليه؟ ممكن أشتغل على إنفلونسر. تمام؟ والفيديو والعملاء، أعمل إعادة استهداف. هعمل كوربريشن مع انفلونسر، والانفلونسر ده هيعمل الفيديو عنده، وبعد ما يعمل بعد ما يعمل الفيديو عنده ويبتدي يكولكت عملاء ويعمل لي ترافيك بشكل كبير على الويب سايت وما الى ذلك، هبتدي ان انا اشتغل على الاجزاء دي كلها. تمام؟ فدي من الحاجات اللي انا لازم اكون بفكر فيها. طب انا انفلونسر ده انا بالنسبه لي لا، هو انا هبيع من خلاله، بس لازم افكر انا هكسب في ايه بعد كده. تمام؟ يعني هبتدي ان انا اشتغل بعد كده. طيب بعد كده ايه تاني؟ بعد كده المفروض قلنا فيديو، ان انا هاخد الليد فورم، انا عندي فيه ليدز مالت الفورم، عندي ايفنت، عندي انستجرام وهكذا. فلازم انا اشتغل على الاجزاء دي بشكل كبير، ابتدي ان انا اشوف انا ممكن اشتغل على ده ازاي. وبعد كده ببتدي اشتغل على النكست، وابتدي احدد ايه الاجزاء بتاعتي. انا هتشوز الناس اللي شافت الفيديو، مثلا لو تعالوا ناخد اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، انا هاخد الناس اللي شافت الفيديو في 75% في اخر، مثلا انا الكامبين شغاله معايا بقالها حوالي 30 يوم، وهبتدي ان انا ايه اشتغل على الاودينس ده. طبعا هختار الفيديو بتاعي على حسب ايه، طبعا الفيديو اللي انا بشتغل عليه. تمام؟ طيب دي من الحاجات الاساسيه في جزء التارجتنج والاجزاء الاساسيه اللي احنا ممكن نشتغل عليها وانا بشتغل على الجزء ايه التوركينج، سواء انا بشتغل على الجزء بتاع الديموغرافيك والجزء بتاع البيهيفير والانترست وجزء الكاستم واللوكالايك. لازم أن يكون في اكستنشن كاستم اودينس اشتغل عليها عشان يكون عندي لوكالايك واشتغل عليها بشكل كبير. ممكن اكون الناس اللي اتفاعلت معايا واشترت قبل كده، عندي كامبين ناجحه وعملت مبيعات هائله، ابتدي اتارجت ناس شبهها. عندي ناس عملت لايك وابتدي اجيب ناس شبهها، عندي ناس شافت فيديو وابتدي اجيب ناس شبهها، عندي ناس وهكذا. تمام؟ عندي الكاستمر ليست، الفيسبوك ريسورس زي ما قلنا، وايه الجزء بتاع البرو تارجتنج. في حاجه
في التارجتنج احنا في ناس بتعملها، وانا من الناس اللي بتبتدي اشتغل عليها في بعض الاحيان، ان انا بلغي بقى ايه، الغي كل ده كده، الغي كل ده خالص 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 كده، وما تحطليش اي انترست ولا اي حاجه خالص في التارجتنج ده خالص، تمام؟ بتسيبها فاضيه، بتحدد السن، بتحدد الجندر، وبتبتدي تسيبها فاضيه زي ما هي. طيب هنا في شرط، لو انت هتعتمد على ان انت تسيب التارجتنج فاضي، في هنا في شرط، الشرط اللي هو ان الكرييتيف بتاعتك تكون واضحه جدا 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 جدا. لو انا ببيع شنطه، فانا لازما دايركت في اول 3 ثواني العميل يشوف، لو انا شغال فيديو يشوف الفيديو في ال3 ثواني، يفهم ان انا ببيع شنطه وعليها اوفر وفيها ميزه ان هي فيها جيب سحري مثلا. خلاص انا الكرييتيف صريح، عشان لو عميل مش هو ده العميل بتاعي، لا خلاص. لان نجاح الكامبين دي المعتمدة على ان انا ما احطش اودينس خالص ولا انتست ولا ديموغرافيك، معتمد على اول شريحة من العملاء تشوفها، او اول بوكت اوف اودينس، تمام؟ لما يجي الفيسبوك بيشتغل او ميتا بتشتغل على الجزء ده، بيشتغل على اودينس. لو انا عندي حوالي مليون، او هنقول مثلا مليون ونص، خلينا نقول مليون عميل، تمام؟ وهم المليون دول هم الاستيميتد اودينس بتوعي. خلاص انا هنا لو تعالى مثلا نقول عندي 2 مليون و700 الف، دول الاستيميتد اودينس بتوعي. فهو هنا هيعمل ايه؟ هو هنا مش هيروح عامل لي تارجتنج على الناس دي ويستهدفهم كلهم مره واحده، لا، انت هيتاخد من عندك اول 100 الف من الرقم الرئيسي، الرقم بتاع الاستيميتد اصلا. يعني اول 100 الف هيتاخدوا از بوكيت اوف اودينس، از ا بوكيت اوف اودينس بالنسبه له، مش هيستهدف ال 2 مليون و700 الف دايركت مره واحده. طب اول 100 الف دول لو حققوا نتائج كويسه، هيبتدي يجي لك بقيه البوكيت اوف اودينس، او ال 100 الف اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم، بناء على النتائج الرئيسيه اللي اتحققت مع اول بوكيت اوف اودينس بالنسبه له. فالجزء ده المهم جدا 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 في الحته بتاعت ان انت اول شريحه من العملاء تظهر لهم، واول شريحه من العملاء يبتدوا ان هم يشوفوا الكرييتيف ويتفاعلوا معاه، هم الناس فعلا بتوعك. طب لو شاف الكرييتيف ناس هم مش العملاء بتوعك، وبدا الموضوع ينتشر وعملاء كتير مش بتوعك يشوفوا الكرييتيف ويعملوا لايكات ويعملوا لك قلوب ويخش يقول لك هاي والكلام ده، لا، انت بالنسبه لك انت خلاص كل اللي جاي بعد كده هتلاقيه بنفس الكلام، لان انت اصلا خلاص دخلت في شريحه هي اوريدي بتشتغل على ده، هي اوريدي دي خلاص انت حطيت نفسك في الحته دي. طيب لو دخل اول عدد من الاودينس هم انترست بالنسبه لك ومهتمين وهكذا، لا اوريدي بتكمل بقيه الاودينس على كده. فده بنستخدمه في زي ما قلنا في الجزء اللي احنا بنشتغل عليه بتاع البرود اودينس، تمام؟ الجزء بتاع البرود اودينس او البرود تارجتنج، تمام؟ فنخلي بالنا جدا جدا من الجزء ده. طب تعالى بقى نقول هنا على حاجه مهمه جدا جدا، واحنا بنشتغل في الاجزاء ده احنا لازم أن يكون عندك او بتبني الاودينس بتوعك بناء على التارجتنج او على الاد استراتيجي بتاعتك. طيب تعالى كده ان احنا بنعمل ايه؟ واحد وان كامبين، احنا بنعمل كامبين واحده، تمام؟ طيب الكامبين دي بتودي على ايه بالظبط؟ بتودي على 3 ad set، تمام؟ طيب ال3 ad set بيودوا لي على ايه؟ كل ad set منهم بتودي لي على ثلاثة بتودي لي على 3 ads مختلفين. طيب هنا احنا هنعمل على ايه؟ هنا احنا محتاجين، هنا محتاجين 3 targeting، لان الاستراتيجي بتاعتك مبنية على ايه؟ مبنية على ان انت عندك 3 ad set، تمام؟ فانت محتاج 3 target audience مختلفين، بتشتغل على 3 targeting audience ايه مختلفين، خلينا نقول ان ده ايكوال 3 target audience مختلفين. فانت الاستراتيجي بتاعتك دي لازم تعتمد عليها كده. طيب 3 و بلس انت محتاج 9 creative، 4 each ad set، تمام؟ فانت انت هنا محتاج ايه؟ انت هنا محتاج 9 كرييتيف مختلفين، تمام؟ 9 كرييتيف مختلفين بناء على ايه؟
بناء لكل ايه؟ لكل اد سيت. تمام، فانت هنا دي استراتيجي ممكن تعتمد عليها. طيب هل انت بالنسبه لك انت عندك ثلاث تارجت اودينس مختلفين؟ طيب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ عشان بس تفهم طريقه الشغل بتمشي ازاي. انا عندي الوان كامبين، طب هنا الوان كامبين دي انا الاوبجيكتيف بتاعتي منها ايه؟ المفروض الاوبجيكتيف بتاعتي منها سيلز، انا خلاص هشتغل سيلز. طب هنا لما هنيجي نبص هنا وانت بتكريت الكامبين اصلا، يعني وانت بتشتغل على الجزء بتاع الكامبين، لما انا بقول انا هشتغل سيلز ماشي، هنا بقى وانت بتشتغل سيلز هتشتغل على ايه بقى بالظبط في حته السيلز؟ هل انا هجيب الناس واتساب، ولا هجيب الناس على الماسنجر والفيسبوك، ولا انا هجيب الناس كولز، ولا انا هردي الناس فين بالظبط؟ فلازم تكون محدد ده عشان بس ما تجيش تقعد ايه تشتغل وانت مش حاطط اي حاجه في دماغك. فاحنا هنا هنقول مثلا، هنا هنقول مسجز. تمام، طيب بعد كده انا عندي هنا ثلاثه تارجتنج. طب الثلاثه تارجتنج بتوعك دول اللي انت بتتكلم عنهم دول المفروض تكون مقسمهم. طب انت هتقسمهم ازاي؟ انا عندي مثلا ايه المفروض ان انا هشتغل عليهم؟ الكاستمر ليست. تمام، انا عندي كاستمر ليست بالنسبه لي انا هعتمد عليه. طيب عندي المفروض رقم بي التارجتنج او الادسيت رقم بي هشتغل على الجزء بتاع الانترست. تمام، وعندي العملاء اللي هم طبعا بي اي وبي سي، دول مش ليفلز، هو انا بس بصنف لك الجزء ده. عندي رقم سي هو خاص بالعملاء، انا خلاص جبت الكاستمرز بتوعي، جبت الليست بتاعتي وجبت الانترست، هجيب مثلا الناس في السي في اللوكالايك. تمام، اللوكالايك مثلا فور بيج لايك، الناس اللي عملت بيج لايك من الكامبين الاخيره اللي انا كنت عاملها عشان كنا محتاجين نعلي ايه البيج. تمام، طيب حلو جدا. بعد كده بقى انت محتاج تحط في الجزء بتاع الادز كل اد منهم، كل اد منهم انت هنا عندك 9 ادز. تمام، كل اد منهم انت محتاج ليه كرييتيف تتناسب معاه. طيب فانا عندي هنا ايه اللي هو ان انت تشتغل عليه كاستمر ليست، عندك ليه واحد، خلينا هنا نقول ان انت عندك ليه واحد. تمام، واثنين وثلاثة اد كرييتيف مختلف، عندك لينك ايه كرييتيفز مختلف. تمام، طيب هنا بالنسبة لي انت عندك لازم تطلع 3 كرييتيفز مختلفين، والثلاثة كرييتيف يكون ماتشنج مع الكاستمر ليست، يعني ما يجيش كاستمر ليست او كل العملاء بتوعك اللي فاتوا من الكاستمر ليست هم ناس بيشتروا منتج ب 1000 جنيه، وانا اوريدي يلا احنا جبنا منتج جديد ب 5000 جنيه، فنعمل اعلان ونجيب الكاستمر قدام. باشا هم اصلا مش دول العملاء اللي المفروض تشتغل لهم كاستمر ليست. تمام، فانت هنا في الاد لازم تطلع للايه والبي والسي 3 كرييتيفز مختلفين، فعلا انت هتقدر تطلع ده. لا ده فور وان استراتيجي، يعني وان استراتيجي، يعني ده في الاول في الاستراتيجي الاولانيه. لا هو انت ممكن تعتمد على ده. تمام، ممكن تعتمد على الاستراتيجي دي، وهل انت هتقدر تحقق ده ولا لا. طبعا في استراتيجيز بقى كتير جدا 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 على حسب. هنا بقى احنا وصلنا للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو انا بالنسبه لي لازم اكون محدد كاستمر ليست، لازم اكون انترست بالنسبه لي، ولازم الناس تكون لوك لايك، هي فعلا الناس اللي عملت بيج لايك عشان هم محتاجين الايه الاجزاء دي. طيب ممكن بقى اشتغل على الناس بطرق مختلفة بقى في التارجتنج بتوعي، لازم انا اعمل ايه؟ اشتغل على الكلام ده. طب 3 ادسات ممكن اشتغل على 3 مختلفين، مختلفين ايه عن بعضهم؟ ممكن اشتغل على كل كرييتيف من الثلاثة مع الثلاثة دول، وابتدي ان انا تيست. هنا بقى انا ممكن اتيست ال9 ادز. تمام، لي ال3 ادسات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ال9 اعلانات او ال9 كرييتيفز هبتدي احط كل الثلاثه منهم على نفس الثلاثه تارجت اودينس، على نفس، وهشوف مين العميل اللي يتناسب مع اني كرييتيف. يعني انا هبتدي اشتغل على
ان انا عندي الاد 1 واحد والاد سيت 2 والاد سيت 3 تمام. هبتدي احط لدول التسعه كرييتيف، احط لدول التسعه كرييتيف برضو، واحط لدول التسعه كرييتيف، وابتدي اشوف انهي تارجت اودينس هتناسب مع انهي ايه كرييتيف بالظبط، وبناء على ده ببتدي اوقف بقيه الايه الحملات او الادز التانيه، وابتدي اشوف انا بالنسبه لي في الاخر طلعت ايه بي2 كامبين هما الوينر بالنسبه لي، هما ايه الوينر بالنسبه لي. انا بالنسبه لي في اتنين كامبين طلعوا، اللي هو مثلا هنقول مين، هنقول مثلا الاد سيت الثانيه مع الكرييتيف رقم 6 تمام. هنقول هنا ويب كرييتيف رقم 6، وهنقول مثلا ان انا عندي المفروض الاد سيت رقم 3 تمام نجحت مع الاد رقم 1. فبالنسبه لي خلاص انا بالنسبه لي الموضوع بقى محسوم، وانا نجحت في الموضوع ده، وانا ايه نجحت في الموضوع ده، وبالنسبه لي الامور بقت واضحة، وأنا بالنسبة لي اشتغلت على الجزء ده بشكل محدد. فلازم تفكر بالعقلية دي وتقعد تحسبها زي ما احنا بنحسبها كده، وكمان لازم تفكر في الخطوة اللي بعد الإعلان والجزء الخاص بالتارجت اودينس. لازم تكون بتفكر أنهي طريقة بالظبط اللي أنت هتلعب بيها في الأدز بتاعتك، أنهي طريقة اللي هتلعب بيها في الأدز بتاعتك، هل هي الطريقة دي ولا لا، وهل انت هتستخدم ده ولا لا تمام، وطريقه التارجت اودينس بتوعك هتكون ماشيه ازاي، وهل انت هتعمل اصلا ماتشنج مثلا مع تولز مختلفه تبتدي ان انت تشتغل عليها ولا لا. زي ما احنا قلنا انت بتشتغل على الكور كلاينت وعلى الكاستم او الايه الجزء بتاع الايه اللوكالايك، وتبتدي ان انت تشتغل على الاجزاء دي كلها، ولازم تفكر في أجزاء أساسية. طيب تعالى كده مثلا برضو نشوف لو أنت الأجزاء الأساسية دي ممكن تكون إيه، ممكن تكون أو الأنترست ممكن تكون الفودز تمام، والدرينكس نفسها ممكن تكون الحاجات اللي ليها علاقة بالسبورتس مثلا تمام، ممكن حاجات ليها علاقة بالفاميلي أو الإيدوكيشن تمام، ممكن تكون حاجات تانية ليها علاقة بالانتنسيتي أو خلينا نقول انتنسيتي اللي هو طبيعة العميل نفسه تمام، طبيعة العميل نفسه ممكن تكون عاملة إزاي وطريقة تفكيره والحاجات اللي انترست بيها وهكذا تمام. فخلي بالك يعني وانت بتشتغل حاول تعلي الكونسيبت بتاعك على ان انت مش بتشتغل وان كامبين وبعد الوان كامبين بالنسبه لي لا، انت ممكن تشتغل على الاودينس اللي راحوا الويب سايت في اخر 90 يوم، ممكن تشتغل على الناس او تريتش على الناس اللي هي اشترت منك قبل كده او اشتغلت معاك قبل كده وهكذا، ممكن تشتغل على طرق مختلفه. حاجه كمان على فكره حته البليسمنت من الحاجات المهمه جدا جدا، حته البليسمنت من الاجزاء المهمه جدا جدا، والاجزاء اللي في ناس كتير ممكن تتجاهلها بتسيب ايه بالريكومنديشن. انا بالنسبه لي افضل حاجه ان انا يا اشتغل فيسبوك يا اشتغل انستجرام، ودايما دايما انا الاودينس نتورك مش بشتغلها، يعني دايما الاودينس نتورك بالنسبه لي هي بليسمنت بالنسبه لفيسبوك ما بشتغلهاش تمام. يا اما هشتغل الكامبين بتكون بتسبورت على انستجرام لو انا مش هشتغل من انستجرام نفسه، او ان انا بشتغل على فيسبوك وابتدي اشتغل على الامور كلها، او ان انا بعمل تيست ما بين الاثنين وبشوف ايه اللي هيتم. هل انا بالنسبه لي الامور كده واضحه، وانا بالنسبه لي لا انا عندي انستجرام افضل بكتير جدا جدا من فيسبوك، ولا انا لا بالنسبه لي فيسبوك هو الافضل على حسب انا بشتغل على ايه بالظبط. فالاودينس نتورك احنا مش بنحددها خالص، في بنسيبها زي ما هي ونشتغل على الجزء ده. حاجه كمان من الحاجات المهمه اللي بنيجي نشتغل عليها، لو انا بالنسبه لي بشتغل على فيديوز او ريلز لازم بقول له ان انا محتاج الناس اللي المفروض هي بتشوف الفيديوز بتاعتي، لو انا الفيديوز بتاعتي فور كواليتي عالية، انا بقول له انا محتاج الناس اللي فاتحه من الواي فاي بس،
تمام. انا الناس اللي فاتحه باقه، لو كمان لو انا مش عارف في مصر، الناس اللي فاتحه باقه مش دايما ما تظهر لهمش. طب هل الناس بتبقى فاتحه باقه وهتفتح فيديوز؟ اه على فكره في ناس بتعمل كده، لكن مش دايما، لكن مش دايما. معظم الناس تقول لك لا انا ما بفتحش فيديوز، ما بيفتحوش تيك توك ده مثلا وهم فاتحين باقه دي ابدا، يعني ممكن ما تلاقيش حد بيعملها اصلا يعني. تمام. فلا انا دايما خليني مع الكفه ايه الكسبانه، والكفه اللي الكفه اللي رابحه معايا. تمام. طيب خلينا كده نقول ان في اسئله في اسئله في الشات. خلينا نشوف ايه الاسئله اللي موجوده ونبتدي نشتغل عليها ونشوف ايه الناس بتسال على ايه تحديدا، ونبتدي نشتغل عليها. طيب خلينا كده نشوف اول سؤال ونشوف ايه اللي هيتم. طيب أول سؤال هنا، المفروض لو أنا تمام، خلينا نقول أول سؤال الخامة والسعر والتشكيل. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق مع العميل. أفضل مسافة في اللوكيشن، هي مش بتعتمد على أفضل مسافة، إحنا قلنا إن هي بتعتمد على الجزء الخاص باللوكيشن. بالنسبة لي لو أنا بشتغل على اللوكيشن، أفضل حاجة بالنسبة لي ممكن تكون إيه؟ هل انا في مناطق انا محتاج اعمل لها اكسكلود ولا لا؟ ولو في مناطق انا محتاج اعمل لها اكسكلود، بعمل لها اكسكلود. طب لو في مناطق انا بالنسبه لي لا انا مش عايز اعمل لها اكسكلود، انا ممكن اخليها عادي جدا، فخلاص انا بسيبها عادي، مش بحته او مش بجزء اللي هو انهي افضل مناطق اعمل لها الجزء الخاص بالاكسكلود بتاعي. لا عادي، انت اهم حاجه، اهم حاجه الجزء الخاص بان انا لو في مناطق هي اقل بكتير جدا من التارجت اودينس اللي انا ممكن اشتغل عليهم، لا فانا بعمل لهم اكسكلود وبشيلهم من الدايره بتاعتي. تمام. طيب نسبه صح اني اسيب السن مفتوح واعمل اكتر من كونتنت والفيسبوك يوزع، دي البرود تارجتنج اللي احنا كنا لسه بنشرحها، ان ممكن اعمل ده، لكن لازم الكرييتيف يكون واضح جدا جدا ويكون صريح بشكل كبير وانا بشتغل. تمام. طيب نسبة السن اعرفها ازاي؟ معدية ال 70 او اقل نسبة السن بعرف، يعني انا مش فاهم السؤال بتاعت نسبة السن دي. طيب لو انا مقدم سيرفيس طوارئ، السن بيتقسم ازاي؟ طيب لو انا مقدم سيرفيس طوارئ، فمن الافضل ليا ان انا اشتغل على جوجل اد. تمام. من الافضل بكتير كتير كتير جدا ان انا اشتغل على جوجل اد، لان انا اللي بطلب فورا، فانا ببقى ستاند باي ان جوجل على طول. اي عميل اللي هو يحتاج حاجه مش هيخش يدور فيسبوك، هو فيسبوك فور اويرنس، فيسبوك بيكون للاورنس. بالنسبه لي لو انا هعمل اورنس هيبقى عشان العميل دايما يبقى فاكرني وقت ما انا اكون وقت ما يكون محتاجني، ووقت ما يكون محتاجني مش هيخش يدور على فيسبوك، هيروح مدور. انا فاكر ان انا كان في اعلان بشوفه لماركتنج منتور عن ان هم بيقدموا منتورز، طب انا افتكرت في يوم ان انا عايز منتورز، طب خلاص انا مش هدور على فيسبوك، انا هدخل على جوجل واروح مدور على جوجل فالاقيهم على جوجل، فابتدي اطلب السيرفيس في الحال. فده افضل لو انا بقدم سيرفيس ليه علاقه بالطوارئ. طيب لازم يكون راسم الفانل كويس، طبعا لازم يكون راسم الفانل كويس، يعني حته الفانل دي جزء مهم جدا جدا عشان اعرف العميل رايح عندي فين وجاي منين. طيب حاجه مهمه كمان في حته الفانل، مش لازم أن ارسمها فور اد بس، يعني مش لازم أن اشتغلها للاعلان دايركت، انا ممكن اشتغلها فور اول، يعني من اول ما العميل بالنسبه لي يجي يشوف الاعلان لحد ما ياخد السيرفيس، وفيما بعد السيرفيس ايه اللي هيتم. انا جالي عميل زي ما احنا كنا بنشرح ام ومحتاجه
تشتري شنطه لابنها او كده، فخلاص هي لما تشوف الاعلان وبعد ما تشتري ايه اللي هيتم وازاي تعمل ريكومنديشن جارتها او اختها او whatever بقى مين، وازاي كمان ان احنا نقدر نشتغل على الجزء ده بشكل كامل. طيب وكمان بعد ما تشتري مني ايه اللي هيتم خلاص، ازاي ان انا بقى اوديها، انا مش طول السنه ببيع شنط مدارس، انا كمان ببيع حاجات مختلفه، فازاي كمان بعد كده ان انا اشتغل على ان هي تشتري مني حاجات مختلفه، يعني ان هي بقى تشتري مني بقيه حاجه المدرسه، تشتري مني على حسب بقى حاجات الافراح ايا كان بقى انا اشتغل على ايه بالظبط. تمام. طيب ليه الكول لو او ازاي اوصل لبيانات صحيحه من الفيسبوك؟ طيب نصيحه مني، بلاش نشتغل الكولز من فيسبوك اصلا، يعني فيسبوك في حته الكولز دي يعني اتس نوت بروفيشنال خالص خالص خالص، ومش بيدي نتائج، هتلاقي نفسك بيعد عليك كولز، بيعد عليك مصاريف وانت مش ولا جات لك كول ولا جات لك اي حاجه، ولا حد كلمك ولا حد بص عليك اصلا. تمام. فمن الافضل بشكل كبير جدا جدا ان احنا لا ما نشتغلش كولز على فيسبوك، لا احنا هنشتغل الكولز عادي جدا جدا لكن على جوجل، بلاش نشتغل على الجزء الخاص بالكولز دي على سوشيال بلاتفورم اصلا، يعني لما نيجي نشتغل اصلا بلاش نشتغلها على ايه سوشيال بلاتفورم. تمام. طيب حد تاني عنده سؤال؟ دي كده تقريبا الاسئله اللي موجوده في ال دي تقريبا كده الاسئله اللي موجوده في الشات. حد عنده سؤال تاني؟ ونشوف لو حد عنده سؤال، لو حدش عنده سؤال اتس اوكي نبتدي ايه نقول تمام. طيب خلاص اوكي تمام، تقريبا كده ما حدش عنده سؤال، فشكرا ليه جدا جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله في الجمعه الجايه، وان شاء الله بتقابل كل يوم جمعه الساعه 9، وتصبحوا على خير.